مما العوالم نكست أعلامها واسود من صبغ الأسى أيامها. ما راعني إلا انقلاب حقائق الأكوان. الأبيات لشاعر فقيه عالم جليل يعرف ماذا يقول، المرحوم العلامة آية الله الشيخ علي الجشي القطيفي قدس الله نفسه، شاعر يقول المؤمن يشوف ليلة الوفاة لما يفقد إمامه يحس أن الكون غير، قلب لأن غير، قلب لأن حزين، قلب لأن يستشعر المصيبة، يشوف المصيبة متجسدة أمامه. ما راعني إلا انقلاب حقائق الأكوان إذ ملأ الفضاء إلمامها وإذا العوالم عن لسان واحد تدعو أسا اليوم مات إمامها. اليوم اليوم باقر علم آل محمد منه شفت غل الصدور طغامها. اليوم باقر علم آل محمد كف المنية قد رمته سهامها. اليوم نجم الدين غاب وشمسه أفلت عن الدنيا فعم ظلامها. ماذا الذي نقمت أمية منه؟ هل نقمت يدا فيها استقام نظامها؟ إيش سوت؟ قال أهدت له في السرج سما قاتلا صح ونادي وإماما. أهدت له في السرج سما قاتلا غدرا وهل يخفى عليه مرامها؟ مثل هالليلة فغدا على فرش السقام يجاذب الأنفاس قد أوهت قواه سقامها على الباقر. والله على الباقر يا دمع العين سح دم قضى عمره بهضيمة ومات بالسم. علي مرت مصايب ما لها حساب دليل من عظمها تفطر وذاب. شاف الإمام والله شاف بكربلة كل قوم الأطياب ضحايا ونار تسعر بالمخيم ومشى ويا الأطفال مقيدين أسير وينضرب لا بجت عينه
ينظر والده ويسمع ونينا على الناقة وعلي يتكور الهم. يا مؤمنون بهالليلة وين تعزون وين توجهون عزاءكم؟ أنا أقول لك توجه إلى مكسورة الأضلاع، قلها ماتت أولادك يا بتولة تشعب الروح. أصواتكم شبابها مسموم، هذا وذاك يم حسين مذبوح، وانتي عليهم يا بتولة لازم النوح، ليل ونهار بكل صباح وكل مسي. شبان يا ام حسين واغصون رطيبه، ما واحد الا وانقصف عمره غصيبه، وانتي عليهم لابسه ثياب مصيبه، قلبك مجرح يا بنت خير البريه. تصيح ابكي على اولادي يا شيعه وساعدوني، عميت عيوني من البكا عميت عيوني، كل ساعة بمصيبة حبيبي خبروني، وانا بقبري انصب عليه العزية. اسمع، والله يا شيعة نسيت ضلعي ولطمة العين، كنا الردى يطلب مني بهالزمن دين، ذوب قلبي وما رح امن بذبحة حسين، صير دموع دموع برض الغاضري.